السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم جوج انواع ديال العصائر. العصير الاول غادي نحتاجو فيه نص لتر ديال الحليب، علبه واحده ديال الفلون بنكهه الفاني فيها 50 غرام، فيها السكر ديالها. ما غنحتاجوش نضيفو السكر في هذا العصير. هذا شي كناخدو الفلون ديالنا كنزيدو على الحليب، نص لتر ديال الحليب، وغادي نديرو فوق البوطه مره مره كنحركوه، غنخليوه حتى يغلى ويعاود ونطفيو عليه البوطه. الفلون ديالي بعد ما غلى فوق البوطه مزيان غادي نخوي في واحد المول ديال الزاج، نخليه في الكوزينه حتى كيدفى، ما كيبقاش سخون بزاف، ندخلو للثلاجه حتى كيجمد. بعد ما كيجمد مزيان كنديرو في الخلاط الكهربائي الكاس ديال العصير، زين كنضيفو ليه الحليب وكنعاودو نطحنوه. بالنسبه لهاد العصير اللي غنقدم لكم اليوم فهو مختلف تماما، وحتى في المذاق ديالو تيجي اكثر من رائع. غادي نزيد عليه كاس كبير ديال عصير البرتقال او نص لتر ديال عصير البرتقال، بنانه وحده، حبه وحده ديال الموز. قلت لكم في الاول ما غاديش نضيف ليه السكر نهائيا حيت البرتقال حلو وهذاك الفلون حتى هو حلو، ما غاديش نحتاجو نضيفو السكر بصفة نهائية، وحتى الموز كيكون حلو. وغادي نضيف واحد الكاس صغير ديال الماء اللي تيكون بارد، ومن بعد كنطحن كل شيء مزيان. بعد ما طحنتو كيجي الا بان لكم معقد شي شويه كتقدروا تعاودوا تضيفوا ليه واحد شويه ديال الماء، كيجي خاطر وبنين بزاف. العصير الثاني غنحتاج فيه جوج حبات ديال الحامض، صاشي واحد ديال سكر الفاني حيت الفاني كيتواتب بواحد الشكل عجيب مع الحامض، وجوج حبات ديال التفاح اللي تيكونوا كبار، الا كانوا صغار كديروا ثلاثه. اول شيء داك الحامض كنغسلوه مزيان مزيان وكنشفوه من الماء، وكنحكوه غير القشره، ديك القشره الصفراء كنحكوها في الحكاكه الرقيقه، ما كنحكوش هذيك القشره البيضاء حيت كتكون مره، غير القشره الصفراء. والحامض ضروري تغسلوه مزيان، تنظفوه مزيان، عاد كتمسحوه من الماء عاد كتحكوه. ومن بعد كنحيدوا له القشور ديالو، كنقشروه، كنحيدوا له ديك القشره البيضاء حتى هي. كنقشرو الحامض ديالنا كله بنفس الطريقه، من بعد كنقطعو على شكل دوائر باش كيسهل علينا نحيدو له ديك الزريعه اللي كتكون في الوسط. انا هنا زدت واحد الحامضه اخرى، درت ثلاثه حيت الحامضه الاولى لقيتها ناشفه شي شويه. حتى هي بنفس الطريقه قشرتها مزيان، حيدت ليها ديك القشره البيضاء وحيدت ليها البذور باش كيسهل عليكم تحيدو دوك البذور. كتقطعو الحامض ديالكم على شكل دوائر وكيحيد لكم بسهوله. بعد كنديرو في الكاس ديال العصير هذاك الحامض اللي قطعناه وقشرناه مع ديك القشره اللي حكينا، غادي نضيف عليهم جوج ديال التفاحات كبار اولا ثلاثه، هنايا حيت عندي صغير درت ثلاثه، حتى هو كنقشروه وكنحيدو له الزريعه، كنقيوه مزيان وكنقطعو طريفات وكنديروه مع الحامض. بالنسبه للحامض اللي استعملت كيف كتشوفوا معايا، راه استعملت الحامض الحامض الرومي اللي تيكون كبير وفيه الماء. وغنضيف هذاك الساشي ديال الفاني حيت كيتواتى مع الحامض، والسكر غادي نزيد 6 المعالق كبار ديال السكر حتى لسبعه حسب الذوق ديالكم، وكنضيفوا الماء اللي تيكون بارد، وكنطحنوا كل شيء مزيان. ما طحنتو مزيان كنجيب واحد الصفايه اللي كتكون رقيقه، كندير تحت منها واحد الاناء كبير وكنصفيه، كنحيد منه ديك القشره اللي كتبقى ديال الحامض، من الاحسن تحيدوها باش كتحصلوا على واحد العصير اللي تيكون زوين، ما فيهش هذوك ما فيهش دوك الخيوطه ديال الحامض اللي ما كيجيوش زوينين في الماكله. صافي وكنقدموا العصير ديالنا بصحه وراحه، كيجيو بجوجهم كيجيو مختلفين ولذات بزاف، كنتمنى تجربوهم لانه فعلا كي يستحقوا تجربه.
وكنحصل على هذا المركز ديال الليمون الحامض مع التفاح. وكيكون هذا وشك نهائي ديالهم، بجوج العصير الاول اللي درت بالفلون مع البرتقال والموز، والعصير الثاني اللي درت بالحامض والتفاح. بنان بزاف وكيعطيونا واحد الكميه اللي هي كثيره. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، الى عجبكم متنساوش تشاركوه مع الاصحاب والاقارب ديالكم وتخليو جيم الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.